رجعنا لكم تاني. وزي ما قلت لك في البدايه موضوعنا او فقرتنا النهارده عن الجاكيت الجينز. الجاكيت الجينز اساسي في دولاب اي واحده. النهارده هنشوف اشكال وقطس مختلفه من الجاكيت. هنتكلم كل جاكيت يليق مع جسم ايه وازاي نعمل للجاكيت دي كذا لوك او كذا ستايل. ضيفتي النهارده هي الستايلست لمياء بدر. مساء الخير يا لمياء ومنوران. لمياء، قبل ما نبدا في الجاكيت الجينز وقبل ما هنشرح واحده واحده واكيد هنشوف معانا كمان صور، لمياء قولي لي، هل الجاكيت الجينز دايما لازم تتصنف كاجوال ولا ممكن تطلع سنه؟ لا بصي، هو خلاص هي طلعت اوريدي. هي طلعت اوريدي. طلعت الاول زمان كنا ممكن الجينز معروف ان هو اللي بيتلبس الصبح بس. لا دلوقتي ممكن يتلبس ستريت ستايل، ممكن يتلبس حتى في ايفنت، ممكن لو الدريس كود ممكن ستريت ستايل او سمارت كاجوال ممكن يتلبس جينز. يعني ايه ستريت ستايل عشان الناس تشوف؟ يعني تفهم. سوري تشوف. يعني انا ممكن ابقى لابسه حاجه جينز وممكن البس عليها بليزر، ممكن البس هيلز. يعني فكره الجينز على الهيلز. ما هو ماشي الباتم، لكن التوب يتلبس ازاي؟ ما الباتم الجينز احنا عارفين من زمان ان احنا ممكن نحط حاجه فانكي من فوق وتتلبس ايه، ما تبقاش تبقى كاجوال شيء. ممكن البس جاكيت جينز، ممكن البس تحتي توب بايات مثلا. اوكي. ممكن البس هيلز. اوكي. ممكن اللي تحت بنطلون جينز او بنطلون اسود او ابيض. اوكي. فبيروح في حته بالظبط. طيب احنا النهارده لمياء جايبه لنا كاتس مختلفة تماما، هنتكلم على واحدة واحدة. خلينا نبدأ باللي على المنكان ده. دي ايه الكات ده واسمها ايه وتتلبس ازاي وكده؟ الجاكيت ده اسمه بوي فريند طويل. بوي فريند. اوكي تمام. عشان في بوي فريند كمان دلوقتي بقى قصير. قصير. فده الكات الطويلة ده منتشر بقاله فترة كبيرة جدا. اوكي. تقريبا موجود عند كل الناس. هو أحسن حاجة فيه إن في ناس كتير قوي بتخاف منه علشان بتحس إنه ممكن يتخنها شوية. بس هي مش دي حقيقة خالص. هي يعني ممكن ألبس بوي فريند حتى لو أنا أوفر ويت، بس ما اجيبش سايز كبير قوي. يعني ممكن اجيب ماكسيمم سايز 2 نمبرز فوق السايز بتاعي والبسه. لا عايزه اقف هنا شويه. اوكي. ليه اجيب 2 سايز اكتر من النمره بتاعتي؟ طب ما اجيب مقاسي. علشان هو لا، هو اوريدي لازم يبقى واسع. يعني هو اصلا اوفر سايز. اوكي. بس انا ما ينفعش اجيب اوفر سايز قوي وانا اوريدي مليانه. اوكي. لا ممكن اجيب حاجه تبقى باينه ان هي واسعه شويه. اوكي. اللي هو الستايل بتاعه. يعني هو الكات بتاعه واسع. بالظبط. طب ما اجيب مقاسي، ليه اجيب اكبر؟ ما هو الفكره كلها ان هو يعني هو انا بقول الماكسيمم. اوكي. بس ما بعيدش قوي. أوكي. بس هو لو انا لبست مثلا السايز بتاعي لقيته مظبوط وشويه واسع. فاين. فاين. طب قولي لي دلوقتي، انت بتقولي هل هل في جسم تقولي له لا بلاش البوي فريند ده؟ هو لا مفيش. هقول لك ليه. علشان لو حد رفيع هو بيديله شاب حلو جدا لانه بيتخنه شويه. لو حد اوفر ويت تمام، وانس بس ان انا مثلا ممكن لبست حاجه ويست كده او لبست عليه بيلت، ان انا بس عملت شيب للوسط، هو اوريدي بيبقى مداري الجزء ده. اوكي. يعني الشكل الواسع بس لازم لو واحده اوفر ويت على الاقل بقى جسم وستايل يكون كويس. بالظبط. يعني مثلا ممكن تكون عريضه شويه من الارداف، تلبس بيلت مثلا. اوكي تمام. او تلبس حاجه زي الشنطه كده دي بديل دلوقتي ليها، خلاص هتديني شكل الشيب بتاع الوسط فخلاص. طب قولي لي القصيرين المفضل يلبسوا جاكيتس الطويله البوي فريند ولا يلبسوا القصيرين؟ ممكن يلبسوها بس تبقى مفتوحه. اوكي. ويلبسوا توب تحتيها، ويفضل يدخل جوه البنطلون. اوكي. علشان بس يطول شكل رجليهم شويه. أوكي. ودلوقتي في الحاجات الشوزز الكاجوال بقى فيه ممكن تلبس حاجاتها عاليه شويه ويدج او حاجه، فهيديها برده طول. طيب اللوك ده اللي على المنكان ده يتصنف كاجوال، كاجوال شيك، نروح بيه فين؟ يعني إيه؟ هو يعني ممكن نقول سمارت كاجوال. سمارت كاجوال يتروح بيه فين؟ ممكن حد مثلا ممكن يتنزل بيه الصبح. ممكن غدا. ممكن حد خارج مع صحابه. أوكي. يعني في الحته دي. طب تكملي الاحذيه ايه؟ ما هو حسب بقى، ده حسب انا رايحه فين. لو هنروح غدا، لو هنروح غدا ممكن البس هاف بوت. هاف بوت مع انكل بوت مثلا. أوكي. مع الستايل البنطلون ده هيبقى شكله لطيف جدا. ولو لبست سنيكرز يتقلب كاجوال يعني. يتلبس بقى الصبح. طب احنا معانا صور برضو ممكن نشوفها. انت عامله ستايلنج للجاكيت ده، لو نشوف الصور يا ريت. عامله ستايلنج ليه. ده ايه ده؟ انت اتكلمي يا لمياء. اللي هو الابيض. الابيض ده كاجوال. الشوز كوتشي. سنيكرز عادي بيضاء، والشنطه باك باك، فممكن يتنزل بيه الصبح عادي. والتاني ممكن يتنزل بيه شويه بالليل، يعني لو عندي خروجه اي حاجه بالليل هو سبورشي. لا انا شايفاه يعني قطع عمليه جدا وفعلا تلبس بكذا. دايما شايف يبقى شكلهم مختلف تماما. مختلف تماما. بالظبط. ويبان اكنه ده جاكيت وده جاكيت. بالزبط. يعني فاهمه يعني بيغير الشكل خالص. واحنا محتاجين نوفر الايام دي في الدولاب. طيب نشوف جاكيت تانية. دي البوي فريند الكات التانية. لا فينها؟ دي تاني واحدة. دي تاني بقى. ده البوي فريند القصير.
ممكن نصلحها كده. أوكي. ده اسمها الكات. خلي الورق ده بقى مش محتاجاه. ده البوي فريند القصير بالظبط. طيب. هو برده واسع ومقطع بس هو قصير. ده موضه السنه دي قوي. ده بصوا يا جماعه من هنا كده ومن ورا اقصر. من ورا اقصر. طيب في شكل جسم تقولي له لا بلاش ده او مش مفضل عليه؟ هو لو حد شكل جسمه مثلا الكمتره اللي هو اللي من تحت مليان شويه ايوه بلاش، عشان هو ده بيبقى نازل ردي واسع قوي فبلاش يلبس ده خالص. لكن لو حد يعني حد رفيع من فوق ده بالنسبه له كويس قوي. طب ليه لا انا مغلطاكي بقى، ليه الكمتره لا؟ طب ما هو ده هيدي لها عرض من فوق. هو هيعرض زي ده يعني هيعرض الكتاف. هيعرض لا هو من تحت اوريدي نازل واسع قوي، والتقطيعه دي اوريدي هتبقى عامله شويه الفوكس على المنطقه اللي تحت. هو ثانيه هو ده طوله فين؟ هو طوله لحد هنا بالظبط، يعني هينزل عند الارداف شويه فهيبقى مدي الفوكس هنا وهو أوكي. مقطع قوي فهيبقى. طيب لو واحده قصيره تلبس ولا هيقسم لها جسمها؟ لا بالعكس، لو هو قصيره هيبقى بالنسبه لها احسن من ده كمان. لو قصيره هيبقى احسن لها من ده. طيب لو واحده عريضه من فوق تلبسه؟ لان هو الوسط الكتف بتاعه ساقط فبيدي شويه عرض من فوق، بيدي فوليوم للكتف يعني. هي عريضه لا هي عريضه لا طبعا لا عريضه ما تلبسوش. طيب يتلبس على ايه ده بقى؟ بصي ممكن يتلبس على دراس قصير، دراس الصوف دلوقتي موجوده حلوه قوي. ممكن يتلبس على تي شيرت وبنطلون. ممكن يتلبس على دراس قصير، يعني ممكن يتلبس على حاجات كتير. على حاجات كتير. انت برضو عندك صور ممكن نشوف ستايلينج فيه؟ نبص على الصور يا جماعه. انت ملبساه هنا ايه وملبساه هنا ايه؟ ملبساه هنا سبورتيف. اوكي تمام، يعني السنيكرز رياضي وباك باك وليجن وتي شيرت بيزك عادي ابيض، وملبساه عليها باندانا. والشكل الثاني دريس وليجن وهاف بوت. يعني فعلا ممكن يخش خلاص على دريسز وحاجات كده، يعني بصوا ده لوك كاجوال قوي، والثاني برده ممكن يعني يتخرج بيه وهكذا. طيب نتنقل لايه ثاني؟ السليم الجاكيت السليم دي بتبقى مجسمه على بتبقى قد الجسم قد الجسم بالظبط، وممكن تبقى تون، ممكن متقطع ممكن لا ممكن يعني هو موجود من بدري قوي مش متقطع دلوقتي موجود. طب قولي ده برضو احنا عارفين البوي فريندز موضه قوي السنه دي، برضو دي موضه ولا دي حاجه موجوده على طول؟ هي دي بقى لا هي دي موجوده من بدري جدا ودي من الثوابت، بس هي دلوقتي منتشره اكتر علشان بقى في حاجات محتاجه تتلبس عليها قوي، حاجات تتلبس. طب كات زي دي في برضو حد تقولي له لا او حد تفضلي يلبس حاجه زي كده؟ هقول بس ان لو حد مثلا يعني مليان شويه من تحت تمام ممكن يلبسها، بس يلبس عليها مثلا تبقى حاجه يعني بلاش ان انا مثلا حد رفيع قوي فيلبسها ويلبس سكيني عليها فهترفعه اكتر، ولو حد مليان شويه ولبسها على سكيني برده هتبين شويه. يعني انت قصدك ان ده هيجسم يعني من فوق فمن بالزبط. تحت خلينا بالزبط. على واسع بالزبط. طيب نشوف برده انت ملبساها على ايه. اوكي برضه انت ده عامله دايما واحد كاجوال قوي. اوكي على بنطلون جينز سكيني اغمق شويه وسنيكرز وشنطه وسكارف وكلوفر تحت بس لونه بوب كالر يعني، والتاني بنطلون صوف كارو وتوب والجاكيت. اوكي عمليه جدا فعلا، هو كلهم عمليين بصراحه، هم كلهم عمليين. طب هسالك حاجه، الجاكيتس هل تفضلي لو مثلا في اختيار الالوان، ان احنا لو زايدين قوي في الوزن وحابين سواء البوي فريند القصيره او السليم ان احنا نغمق في الالوان ولا مش هتفرق؟ بصي هو انا مش مقتنعه قوي بفكره ان انا البس غامق عشان الم جسمي، يعني بحس ان لا لو الكات مظبوطه لو لبستي اي لون تبقى الاوتفيت شكله حلو جدا ومناسب، يعني نخليهم بالوان. خليهم بالوان. طيب نشوف اخر حاجه، ده القميص. ده متهيألي اي حد في اي حته، ده اي حد في اي حته. ده بقى يا جماعه اللي هو ايه لما ما بتبقوش عارفين تلبسوا ايه تقوموا لابسينه وخلاص. انا حاسه ان هو حتى ممكن تلبس فستان. نلبسه فستان. نلبسيه فستان؟ والله انا حاسه ان هو ممكن تلبس فستان. طب نشوف برضه الستايلنج بتاعه. انت لابساه ده فستان. ده مش لاجن، انا افتكرته لاجن. يعني هو اتلبس هو ده كولون بس غامق شويه. كولون غامق. لبسته عليه دراس ولبست عليه فاست فارو وفالت وشنطه كروس، والتاني بنطلون جينز سكيني وبلوفر، وهو بس يعني عشان احنا ممكن نستغله تحت البلوفر. فكره الكول بتاعته ومن تحت يبان بتدي برده شكل حلو قوي. طب قولي لي هل انت مدخلاه من جوه ولا من بره القميص؟ انا مدخله ناحيه من جوه وناحيه من بره. طيب هل القمصان هل لو مثلا زي الصوره اللي هي لابسه اصفر هل لو على بنطلون جينز من غير اي حاجه اللوك حلو ان انا ابقى لابسه جينز وجينز ممكن ولا لازم بتكسريها بحاجه؟ هو ممكن بس لازم ما تبقاش الدرجات متباعده قوي،
يعني لازم تبقى جت تبقى متقاربه شويه. وممكن اصلا انا ممكن البس حزام ممكن البس تشوز شويه مثلا مختلفه، ممكن البس حتى الشنطه تبقى لون مختلف عشان ما يبقاش جينز على بعض. بالزبط. طب قولي لي حاجه، بتفضلي القمصان دي تخش من جوه ولا تفضل من بره افضل، ولا على حسب الجسم؟ على حسب الجسم. على حسب الجسم. على حسب الجسم، بس هو طبعا تبقى انا بشوف ان هي احسن جوه. احسن جوه. طب قولي لي في النهايه ايه اكتر اخطاء بتشوفيها مع الجينز ان جنرال؟ الجينز حاجه اساسيه كلنا عندنا، من جاكيتس لبانتس لكل حاجه. ايه اكتر حاجه كده انت بتبقي عايزه توقفي واحده في الشارع تقولها غلط ما ينفعش ده، لازم كنت تعملي حاجه ثانيه؟ ايه يعني مثلا جاكيت زي البوي فريند ده، ده منتشر جدا وبيتلبس كتير وهو مقطع وهو اوريدي البيس مش محتاجه تبقى حاجه ثانيه. فمثلا ممكن يبقى بنطلون مقلم باترينز كتيره، لا هو انا بحس ان هو لازم يتلبس مع حاجات ساده. فكره ما ينفعش ادخل معاه، يعني ممكن ادخل مثلا تي شيرت مقلمه وبنطلون ساده بس ما ادخلش معاه باترينز كتير. ليه؟ عشان طويل؟ عشان ايه؟ عشان هو طويل واوريدي فيه يعني فيه تفاصيل كتير. النقشات يعني مع مع البوي فريند. طب ايه تاني من دول؟ ايه تاني؟ مثلا حاجه زي ده، ده البوي فريند قصير؟ قصير. هو اوريدي قصير وفي شراشيب كتير ومقط، فمثلا هو محتاج نكلس مثلا حاجه سلسله سامبل قوي. ما ينفعش مثلا حاجه ستاتمنت نكلس معاه، هيبقى يعني انت قصدك ان في بعد ساعات جاكيت جينز هم لوحدهم ستيتمنت، مش محتاجين ان احنا نقطر قوي يعني خلاص حاجه بالزبط. واحده عشان في الاخر نحافظ على انت ان هو الجينز هو حاجه عمليه، فما ينفعش ندخل حاجه. لمي بجد بشكرك جدا، تيبس حلوه جدا ومفيده، لان كلنا عندنا جاكيت وكلنا، وفعلا يا جماعه فعلا بشويه ستايلنج بشويه فكر ممكن كمان لو لمي قعدتها معانا ممكن تطلع لنا من ده هو كمان 3 اور 4 اوتفيت خلال صبح ظهر او يعني مش سواري بس بالليل. بشكرك جدا لمي بجد نورتيني. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول.